من هنا يبدأ مشوار أيوب بعد أن يتلقى تعليماته. تحول دوامه بالكامل إلى الشارع منذ أن تفاقمت الأزمة وتراكمت النفايات. يقود شاحنته برفقة عاملين ويتوجه في مهمة تنظيف الأحياء من مخلفات نهار عمل طويل. يتحمل تبعات هذا الواجب الصعب كما يصفه بكل جدية ومسؤولية. قديش هالشغلة صعبة وقديش مهمة بنفس الوقت؟ طبعا هي صعبة، لصعبة صعبة كتير، وخاصة بالوقت الحاضر التراكم اللي صار عنا والزبالة تكومت على الطرقات، وبعدين يعني في عنا أشخاص بيجوا بكبوا من غير منطقة عنا يعني بالليل، ما عم نقدر نحصرها أكتر شيء، يعني بيجيب بكاو بكب. الصعوبات التي يشكو منها أيوب تشكل برأيه جزءا مكونا لهذه الأزمة، ويمكن تفاديها بتعاون أهل منطقته كما يقول. منا توعي البيوت يفرزوا ويحطوا كيس ويفرزوا الأشياء الصلبة والزيت والكرتون والأكل لما حتى هولي بيساعدونا أكتر شيء تنقدر نتعاطى مع العالم، يعني نقدر نساعد بعضنا ونساعد حتى نلاقي العملية تكون هينة علينا كتير، بس هلا مثلا ما في توعية بنلاقيها صعب كتير. يجهد أيوب في عمله من دون أن يغفل عن إعطاء النصائح لحل مشكلة تهدد بيئة عائلته وأهله وأقاربه وأصدقائه، ويتصور مخرجا على طريقته. إذا قلنا مطرح للمكان أهم شيء يعني، وإذا بدهم يعملوا محرقة أو بدهم يعملوا فرز بدها سنة أو سنة ونص يقدر يمشي الحال للتنية، بس بالوقت الحاضر منا شيء سريع على السريع نقدر ننم هذه الزبالة عن طرقات. بس عند هذه التلة تنتهي رحلة أيوب. مكب عشوائي بارتفاع شاهق يسكن بين البيوت، ومنه تفوح الروائح وتنتشر الأوبئة. أيوب ومثله من العاملين في هذا المجال لا يترددون في طرح الاقتراحات للمساعدة على حل هذه الأزمة، كيف لا وهم الذين يتحملون بشكل مباشر العواقب الصحية والاجتماعية لاستمرارها. وليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة من منطقة الجديدي في بيروت.